أهلا بكم جميعا، معكم دكتور محمد الأبيض مدرس باثولوجي. هكون معكم النهاردة علشان نشرح البراكتيكال باثولوجي أوف ريبرودكتيف موديول. بإذن الله هنشرح شرايح البريست، وأرجو إن المحاضرة تكون مفيدة وتقدروا تستفيدوا منها بإذن الله. أول شريحة معانا النهاردة إن شاء الله، الشريحة دي شريحة تعبيرية، يعني مش عليك، وهي بس لتوضيح الشرح عشان نعرف الأربع شرايح المقررين علينا إزاي نبدأ نشرحهم. هنبص كده على الشريحة اللي عندنا دي، هنلاقي عندنا النورمال بريست. النورمال بريست أنا لو بصيت له كده جروسلي، يعني بعيني، هو مكون من إيه؟ مش هنلاقيه كده مكون من كتلة صفراء كبيرة كده. الكتلة الصفراء دي مكونة من غدد بنسميها الماماري جلاند في محيط أصفر كبير بسميه الاستروما. يعني عندي غدد وحواليها بحر من الاستروما. طبعا زي ما احنا شايفين اللون البني اللي فوق ده عبارة عن سكين، وفي النص عبارة عن النيل. عشان اعرف مكونات النورمال بريست ده، يعني الماماري جلاند دي مكونة من ايه، الاستروما الصفراء الكبيرة دي مكونة من ايه، لازم اخد شريحة وابص تحت الميكروسكوب عشان ابدأ اشوف النورمال بريست ده مكون من ايه. طبعا وده هتاخدوه تفصيليا في الهيستولوجي، لكن حبينا ننوه عليه بسرعة علشان نبدأ نشرح الشرايح بتاعتنا. طبعا ده البريست زي ما احنا شايفينه كده، لو خدناه تحت الميكروسكوب هبص كده هلاقي الماميري جلاند arranged in what's called lobules، تجمعات او تكتلات صغيرة زي ما احنا شايفينها كده، اللي هي لونها ازرق دي عبارة عن اللي بسميها لوبيول. كل لوبيول مكون من دوائر صغيرة، الدوائر دي بسميها الأثيناي أو الغدد اللبنية اللي هتكون اللبن فيما بعد. بتصب لي في حاجة اسمها الضغط اللي هي الطويلة دي، والضغط دي بتنتهي إلى النيبل اللي هي الموجودة دي. ده التركيب التشريحي بتاع البريست. طيب الجلاند أو اللوبيولز دي غرقانة في استروما صفرة زي ما شفناها في عينينا، لكن تحت الميكروسكوب هلاقيها عبارة عن لون أبيض. اللون الأبيض ده عبارة عن فات سيل، خلايا دهنية، ولون تاني محمر كده بسميه فايبرس تيشو. يبقى عندي اللي قلناه بالجروس عبارة عن ماماري جلاند في استروما صفراء، الماماري جلاند هنا arranged in lobules لونها أزرق، والاستروما الصفراء هنا قلبت عندي لون أبيض وأحمر بسميها فايبرو فاتي استروما. اللون الأبيض ده فات واللون الأحمر ده فايبرس تيشو. يبقى الاستروما الصفراء اللي انا شفتها الكبيره ديت اللي هي مكونه معظم البريست، الفايبرو فاتي استروما مكونه من ايه؟ فايبرو فاتي، فايبرس تيشو اند فاتي تيشو، هو المكونه للون الاصفر ده. طيب الغدد عباره عن ايه؟ الغدد الماماري جلاند ارينجد ان لوبيولز، اللوبيولز عباره عن تكتلات زرقاء من الغدد اللبنيه او الماماري جلاند. يبقى احنا خلصنا دلوقتي من النورمال بريست والهيستولوجي بتاعه. نقول تاني، النورمال بريست مكون من ايه؟ لون اصفر كبير جواه الماماري جلاند، الماماري جلاند جواها يحيط بها محيط اصفر من الاستروما. طبعا ده فوق اللون البني ده السكين، واللي في النص الابيض ده النيبل. تحت الميكروسكوب هشوف بقى المكونين الرئيسيين الماماري جلاند والاستروما هم عباره عن ايه وارينجد ازاي. الماماري جلاند هي عباره عن التكتلات الزرقاء اللي انا شايفها دي. طب الاستروما اللي حواليها شايف لون ابيض ولون احمر، فايبرو فاتي ستروما. الفايبرس ده لونه احمر، الفاتي ده لونه ابيض اللي هو عباره عن الفات سيل. طيب ان جنرال كده النورمال بريست ده انا كباثولوجي ما ببصلوش خالص، ما بيعنينيش او ما بيجيليش خالص. امال بيجي لك ايه؟ بيجي لي في البريست ده حاجه اسمها بريست ماس، كتله او قلقيعه في البريست. الجراح بيشيل هذه القلقيعه او الكتله او يشيل البريست على بعضه ويديهولي ويقول لي شوف لي ايه اللي موجود جوه البريست ده. هبص على الصوره الصفراء الثانيه اللي ناحيه اليمين دي، هلاقي ان الاستروما الصفراء بدا يظهر فيها كتله لونها ابيض كده، لونها ابيض بتغزو هذه المنطقه من الاستروما الصفراء. الكتله دي بقى المفروض الصوره الرابعه هي عباره عن ايه؟ هل هو ورم حميد؟ هل هو ورم خبيث؟ هل هو خراج؟ هل هو كتلة التهابية بأي صورة من الصور؟ ده اللي هنعرفه في الأربع شرايح المقررة عليكم النهاردة إن شاء الله. يبقى عندي النورمال بريست اللي على الشمال ده، والبريست ماس اللي على اليمين ده. يا ترى الكتلة البيضة اللي موجودة في قلب البحر الأصفر ده هتطلع معانا إيه؟ ممكن تكون إيه؟
هل هتكون حاجة حميدة؟ هل هتكون حاجة خبيثة؟ هل هتكون هايبر بليزيا؟ هل هتكون خراج؟ هل هتكون التهابات؟ وهكذا، ده اللي هنعرفه بإذن الله. أول شريحة عندنا النهاردة أو أول مرض عندنا النهاردة في البريست هياخد مننا شريحتين، الشريحة دي والشريحة اللي بعدها، هو عبارة عن what is called fibroadenoma. fibroadenoma أو بيسموها البريست ماوس أو بالعربي فرط الثدي. فرط الثدي أو البريست ماوس هي عبارة عن كتلة أو كالكوع بتظهر في البريست، بيشيلها الجراح وغالبا بيسموها فرط الماوس لأنها بتتحرك تحت إيده، ما بيقدرش يمسكها، تفلفص من تحت إيده، يمسكها من هنا بتهرب من تحت إيده، يعني سهلة الحركة. طيب في منها نوعين، واحد بنسميه بيري كاناليكولار فايبرو أدينوما، والتاني هنسميه انترا كاناليكولار فايبرو أدينوما. الأول شريحة عبارة عن البيري كاناليكولار فايبرو أدينوما، فايبرو أدينوما لثالث مرة فايبرو أدينوما، لأن الاسم هو اللي هيوضح لي إيه اللي حصل في الديزيز ده. فايبرو يعني الفايبرس تيشو كتير جدا جدا جدا، أدينوما يعني الجلاندولار تيشو كتير جدا جدا جدا. يبقى عندي دلوقتي هذا البناين تيومر مكون من إيه؟ من فايبرس تيشو وأدينوماتس تيشو، يعني فايبرس تيشو كتير، كونكتيف تيشو كتير، وأدينوما يعني ماماري جلاند أو جلاندولار تيشو كتير. طيب ايه البيري كاناليكولار فايبرو ادينوما وانترا كاناليكولار فايبرو ادينوما، ايه الفرق ما بينهم؟ اول حاجه هناخدها عباره عن البيري كاناليكولار فايبرو ادينوما. طبعا البيري كاناليكولار فايبرو ادينوما عشان اوصفها هقول حاجتين زي ما هوصف اختها برضو، عندي جلاند كتير، الجلاند كترت عن الطبيعي، والفايبرس تيشو اللي حواليها كتر عن الطبيعي، ده التعريف بتاعها. عشان كده هقول لك tumor mass formed of proliferating around patent duct. طبعا الدكت ديت لايند باي تو لاير، بيزل لاير عباره، وبعدين الانر لاير كيوبيدال والاوتر مايو بيسيبي، المهم الاثنين لاير ديت. تاني حاجه ذا دكت ار سيباريتد باي ميزويد كونكتيف تيشو ستروما، يعني الشريحه بتاعتنا ديت فيها مكونين رئيسيين، يعني التيومر او البناين تيومر ده مكون من حاجتين، اكسس ماماري جلاند او اكسس اسيناي، اسيناي كتيره، and myxoid connective tissue excess connective tissue. طيب نوصف الاسيناي او نيجي لنقطه الاسيناي، بنقول ان الاسيناي في هذا الطيب بتبقى مفتوحه. طيب هي هتفرق معانا؟ اه، لان الاسيناي لو مقفوله هتديني النوع الثاني اللي اسمه انترا كاناليكولار فايبرو ادينوم. يعني لو الاسيناي مفتوحه بسميها بيري كاناليكولار فايبرو ادينوما بالظبط كده، لو بيتنت بي 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 بيتنت اسيناي بي بيري كاناليكولار. طيب لو كلوزد اسيناي هسميها انترا كانيليكولار فايبرو ادينوما. يبقى تاني الشريحه بتاعتنا ديت عشان ناخدها باختصار مكونه من جزئين، الفايبرو ادينوما عامه سواء دي او غيرها مكونه من جزئين، فايبرس تيشو كتير، اكسس فايبرس تيشو اللي هو عباره عن الاحمر ده، نلاحظ ان الفاتي تيشو اختفت، كمان الليبيوليشن او التكتلات والتجمعات اللي بتعملها الاسيناي اختفت، بقت الاسيناي متفرقه مع نفسها كده في قلب التيومر وحواليها كميه كبيره جدا من الفايبرس تيشو. الاسيناي تاني بيتميزها حاجتين، ان هي بيتنت مفتوحه، انا شايف اليومن بتاعها لونه ابيض اهو. تاني حاجه اللايننج بتاعها مكون من طبقتين، طبقه خارجيه عباره عن مايو ابيثيليال لاير، وطبقه داخليه بسميها كيوبويدال لاير، لو كبرنا عليها هتبان. تاني حاجه الجزء التاني من هذا التيومر هو عباره عن اكسس ميكزويد كونكتيف تيشو، يبقى ده بيري كاناليكولار فايبرو ادينوما أو البريست ماوس تحت الميكروسكوب. تاني شريحة عندنا النهاردة برضو الفايبرو أدينوما، نقول تاني الفايبرو أدينوما بسميها بريست ماوس أو بسميها فرط الثدي، عبارة عن إيه؟ عبارة عن كلكيعة موجودة في الثدي، عبارة عن بريست ماوس، الست بتشتكي إن عندها كلكيعة في البريست. فبتروح للجراح، الجراح بيمسك هذه الكلكيعة أو الماس بيشيلها وبيبعت لي التقرير ويقول لي غالبا ديت بريست ماوس، غالبا ديت فايبرو أدينوما، لأني لما جيت أمسكها بتهرب وتفلفص تحت إيدي وما بقدرش أمسكها لأنها ايزيلي موبايل أو فريلي موبايل، فأشيلها أم شايلها وجايبها لي، ومن فضلك قول لي ده عبارة عن إيه. أنا ببص تحت الميكروسكوب بقولوا ان دي فايبرو ادينوما، من اسمها تاني يا جماعه؟
اسمها فايبرو ادينوما. انت شفت ايه؟ شفت فايبرس تيشو كتير اكتر من الطبيعي، شفت ادينوماتوس تيشو يعني جلاندولار تيشو يعني ماماري جلاند كتير اكتر من الطبيعي. الاثنين دول لما اتجمعوا مع بعض عمل لي هذا الباي فيزيك تيومر. باي فيزيك تيومر يعني تيومر مكون من اثنين كومبوننت، فايبرس تيشو اند ادينوماتوس تيشو، وهم دول الاثنين اللي بكتبهم في الكومنت. بقول عندي اكسس ماماري جلاند وعندي اكسس ميكزويد او كونكتيف تيشو. طب انت قسمتهم لي بيري كانيكولار وفاي وانترا كانيكولار. شفنا هناك في البيري كانيكولار كانت الجلاند اليومن بتاعها مفتوح ولونه ابيض، اليومن كان بيتنت، بي بيتنت، عشان كده سميتها بيري كانيكولار. بيري يعني حوله، كانيكولار يعني الاسيناي، يعني الفايبرس تيشو كان حوالين الاسيناي، الفايبرس تيشو كان حوالين الاسيناي سميتها بيري كانيكولار. طب هنا هيسميها انترا كانيكولار فايبرو ادينوم، يعني بيقول لك ان الفايبرس تيشو داخل جوه الاسيناي، داخل جوه الاسيناي. يقول تسميه خاطئه فولس، نتيجه الفولس امبريشن بعينك ساعه ما تبص على الشريحه دي بيديك فولس امبريشن ان الفايبرس تيشو داخل جوه الجلاند. امال ايه القصه؟ القصه ان الجلاند هي اللي لونها ازرق زي ما انا شايفها دي كده، الجلاند ديت حصل لها اكسس فايبرس تيشو بصوره كبيره جدا جدا جدا، عملت كومبريشن للجلاند وقفلتها لي، طبقت الجلاند، فالجلاند طبقت على بعضها وسابت اليومن بتاعها سليت لايك شكل الشق. شايف اللون الابيض ده اللي انا بشاور عليه ده؟ هو ده اليومن بس اتطبق نتيجه ضغط الفايبرس تيشو من الناحيه دي وضغط الفايبرس تيشو من الناحيه دي، ومن كل حته طبق لي الجلاند، ولما طبقها لي خلى لي اليومن مش باين، بقى اليومن بنتريتد مقفول، بقى السليت لايك شكل الشق زي ما انا شايف كده. طب ايه حكايه انترا كانيكولار ده؟ هل الفايبرس تيشو بالفعل داخل الكانيكولاي او داخل الاسيناي داخل اليوم بتاعه؟ لا خالص، بس انا لما اجي ابص كده هلاقي عندي بفولس امبريشن ان دي الاسيناي او الكانيكولاي وجواها الفايبرس تيشو. ابص كده فولس امبريشن ان دي الاسيناي اهي وداخل جواها الفايبرس تيشو اللون الاحمر، ابص دي احس ان هي اللون الازرق ده الاسيناي وداخل جواها الفايبرس تيشو، عشان كده سموها انترا كانيكولار، لكن ده تسميه خاطئه او فولس امبريشن نتيجه الفولس امبريشن اللي انا بشوفه. لكن اليومن عندي هو اللون الابيض ده والفايبرس تيشو ده بره الاسيناي خالص، ده هو ضاغطها وقفلها وطبقها وخلالي الاسيناي مطبقه وعامله اليومن سليت لايك شيب، يعني اليومن هو اللون البينك ده او اللون الابيض اللي لسه يا دوبك ما انضغطش، لكن كل اليومن هو اللي انا بشاور عليه ده متطبق تماما نتيجه ضغط الفايبرس تيشو ده من بره، من اليمين ومن الشمال ومن فوق لتحت، فعمل لي الجلاند طبقها لي خالص، والجلاند طبقت على نفسها كمان زي ما احنا شايفين كده، عملت دايره واكن الفايبرس تيشو ديت داخل الدايره ديت او داخل الاسيناي بفولس امبريشن، سموها انترا كاناليكولار فايبرو ادينوما. لكن الثانيه لما يكون عندي الجلاند بيتن، طبعا الجلاند هنا كلوز، الجلاند هنا كلوز مقفوله خالص واليومن بتاعها بقى ستريت لايك متطبق من بره ومن جوه، يعني من قصدي من اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت، فايبرس تيشو كتيره طبقت لي الجلاند وقفلتها لي وقت عامله زي الخيط كده، لان الاثنين وول بتاع الجلاند طبقوا على بعض وخل قفلوا لي اليومن خالص وخلوه لي ستريت لايك شيب، وعمل لي واتس كولد انترا كانيكولار فايبرو ادينوما. يبقى الفايبرو ادينوما زي ما قلنا تاني هنلمها عباره عن شريحتين، دي عباره عن ايه؟ بريست ماس. الست جايه تشتكي من بريست ماس، كل كيعه في السادي، راحت للجراح، الجراح شالها وقال لي غالبا دي فايبرو ادينوما لانها كتله فيري ايزي موبايل، تحت ايدي بتتحرك بسهوله وما اقدرش ايه امسكها، فمن فضلك خد لي شوف لي دي عباره عن ايه وحددها لي. انا بقول له ان في نوعين من الفايبرو ادينوما، انترا كانيكولار وبيري كانيكولار. لو لقيت جلاند كتيره كتيره قوي وفايبرس تيشو كتير بقى دي فايبرو ادينوما، البايفيزيك تيومر بتاعنا اللي احنا عارفينه. لو الجلاند دي اوبن، اليومن بتاعها اوبن وبيتنت هسميها بيري كانيكولار، بيتنت بيري كانيكولار. طب لو الجلاند ديت اليومن بتاعها مقفول هقول عليها انترا كانيكولار فايبرو ادينوما، وعرفنا كلمه انترا كانيكولار جايه منين والفولس امبريشن جاي منين. يبقى الكومنت على الشريحتين دول هتعمل لي كومنت على الاسيناي اكسس ماماري جلاند، هذه الماماري جلاند هنا وهنا لايند باي تو لاير، مايوبيثيليال لاير بره وكيوبيدال لاير جوه. تاني حاجة مكون من هذا التيومر لازم نعلق عليه هو الكونكتيف تيشو، هنقول ان في عندي اكسس ميكزايد كونكتيف تيشو.
فايبرو ادينوما از ا باي فيزيك تيومر مكون من اثنين كومبوننت، واحد اكسس ميموري جلاند والثاني اكسس كونكتيف تيشو. ثالث شريحة عندي النهاردة اسمها ميموري سيستيك هايبربليزيا اوف ذا بريست. ميموري سيستيك هايبربليزيا اوف ذا بريست، لما تيجي تحط كومنت على اي شريحة طبعا لازم تقول الدياجنوزز ميموري سيستيك هايبربليزيا. طيب الاورجان عبارة عن ايه؟ البريست. ثالث حاجة مطلوبة عندي في الكومنت عبارة عن ايه؟ الكومنت اللي احنا هنقوله ده. طبعا احنا بنجيب التشخيص من اسم الديزيز هايبربليزيا. انا عندي دلوقتي هايبربليزيا فين؟ في الميموري جلاند، يعني في البريست. طيب هذه الهايبربليزيا فيها حاجه مميزه كمان؟ فيها سيستيك. سيستيك يعني هلاقي فيها سيستات او يعني تكيسات. طيب بالنسبه للميموري سيستيك هايبربليزيا اوف ذا بريست ديت عباره عن برضو بريست ماس كالكوع جات لي في البريست. طبعا بتروح للجراح، الجراح بيشوف هذه البيتش على هذه البريست ماس ويديني مواصفاتها، بيقول لي هي مش محدده. يعني ايه مش محدده؟ على عكس اللي قبلها اللي هي الفايبرو ادينوما، محدده جدا، شكلها محدد من اولها لاخرها، طولها عرضها محدد، لكن فريلي موبايل بتتحرك تحت ايدي. دي بقى مش محدده، دي فيوز البوردر بتاعها مش عارف اجيبه، فبيشيلها ويجيبها لي بيقول لي دي غالبا هايبربليزيا نتيجه زياده او لخبطه في الهرمونات عند الست دي، لاني انا مش عارف احدد البوردر بتاعتها، والست دي غالبا في الريبرودكتيف بيريود بتاعتها في العشرينات او في الثلاثينات، والهرمونات عندها مش ملخبطه او ملخبطه ادت الى تكوين هذه الكتله او الكلكيعه. من فضلك خدها واعمل لي منها شرايح وشوف لي هي عباره عن ايه. اجي ناخدها تحت الميكروسكوب، طبعا من اسمها هايبربليزيا يعني كل حاجه كترت، كل الكومبوننت بتاعت البريست كترت. هي ايه الكومبوننت بتاعت البريست؟ احنا مش قلنا الكومبوننت عباره عن اثينال بتصب الضغط بتصب لي وحواليها ستروما فايبروفاتي ستروما، اهو كل ده زاد. طيب اول حاجه زادت عباره عن الجلاند، فبسميها ادينوزز. ادينوزز يعني كثره الماماري جلاند، عدد الماماري جلاند في السنتي او في الشريحه عندي زاد جدا، تضاعف ثلاث او اربع مرات، وده طبعا بيبان لي في الشريحه. بص هنا هلاقي الماماري جلاند اللي هي لونها ازرق دي كبرت جدا، ادي الماماري جلاند عددها زاد. طيب زياده عدد الماماري جلاند ده اسميه ايه؟ ادينوزز. يعني ادينوزز دي عباره عن بروليفريشن اوف ذا بريست اسيناي. طيب ايه بقى ايبيثيليولوزز؟ ده البريست اسيناي ديت احنا كنا قلنا في الشريحه اللي فاتت انها مكونه من اثنين لاير، واحده اسمها واي ابيثيليال لاير والثانيه اسمها كيوبويدال لاير. لا هنا بقى ما بلاقيش اثنين لاير، ده انا بلاقي ثلاثه واربعه وخمسه لاير كمان، يعني ما بلاقيش اثنين لاير بس مش واضحه هنا. يعني ممكن اللاير تكبر على جنب واحد وتعمل لي حاجه اسمها بابيلي ماجوز او بابيلي بروجكتد انسايد ذا اسيناي. يعني لو نعتبر ان ديت اسيناي دي هي دي سيست اسيناي واللايننج بتاعها كبر جدا وبقى ثلاثه اربعه لاير وعمل لي بابيلي يعني زي فينجر لايك بروجكشن بروجكتنج انتو ذا ليومن اوف ذا اسيناي ويعمل لي واتس كولد بابيلي ماجوز. ده احد اعراض الابيثيليوزس. تمام، يبقى احنا دلوقتي عرفنا حاجتين، الاسيناي لما كبرت او كترت سميناها ادينوزز. طيب اللايننج بتاع الاسيناي كان 2 لاير، دلوقتي بقى اكتر من 2 لاير، بقى 3 و4 لاير، عشان كده سميتها ايبيثيليولوزز. طيب ايه حكايه السيست فورميشن؟ السيست فورميشن بعض الاسيناي بتنتفخ وتعمل لي تكيسات داخل هذا الورم زي ما انا شايفها كده، زي البالونه دي وزي البالونه دي وزي البالونه دي، بسميها سيست فورميشن. وابص جواها كده الاقي فيه سكريشن كمان، سكريشن ايزينوفيليك سكريشن زي اللي جوه السيستات ديت، فبقول ان دي عباره عن سيست سكريشن. سيست فورميشن يعني ايه؟ سيست فورميشن دايليتد دكت فيلد ويز سكريشن. طيب الفايبروزز، هبص على الفايبروس تيشو اللي حوالين الجلاند ديت هلاقيها كتر بصوره كبيره، بسميها فايبروز يعني اكتر من النورمال، اكتر من النورمال، وبدا يتغول على وجود الفاتي تيشو. يعني شوف الفاتي تيشو المفروض بنقول الاستروما ديت زي ما قلناها فايبرو فاتي، نصها فايبرس ونصها فاتي تيشو اللي كان بيديني اللون الاصفر وبتاع البريست. لا هنا هلاقي ان هذه الكتله اللون الاحمر كتر عن اللون الابيض اللي هو بتاع الفاتي تيشو اللي على الاطراف ده. بنلاحظ هنا ان تكتلات البريست او اللوبيوليشن او اللوبيولز او الفصوص بتاعه البريست موجوده. ابص هنا الاقي في تكتلات من الاسيناي هنا، وهنا تكتلات من الاسيناي، كل مجموعه
من الاصابع يعمل لي كتله اسميهم لوبيول على عكس الفايبرو ادينوما. هناك ما كنتش بشوف التكتلات ديت، وكانت الاسيناي ديفيوز لي ان ذا ستروما او ان ذا فايبرس ستروما. يبقى على السريع كده، ماماري سيستيك هايبربليزيا ده عباره عن بريست ماس، كالكوع بتيجي في البريست، لها مواصفات معينه عند الجراح تحت الميكروسكوب من اسمها هايبربليزيا او سيستيك هايبربليزيا. هلاقي عندي كثره او كل الكومبوننت بتاعت البريست كترت، حصل لها هايبربليزيا بالاضافه الى سيست فورميشن. اول حاجه كترت الاسيناي، لما الاسيناي تكتر هسميها ادينوزيس. طيب لما اللايننج بتاع الاسيناي يكتر هسميه ايبيثيليوزيس. طيب لما احدى الضغط تنتفخ ويبقى جواها سكريشن هسميها سيست فورميشن، والفايبرس تشو لما يكتر بصوره كبيره هسميه فايبروزيس. يبقى عندي ادينوزيس، ايبيثيليوزيس، سيست فورميشن، فايبروزيس. الاربع حاجات دول تحت الميكروسكوب بيعرفوني ان الكتله ديت عباره عن ماماري سيستيك هايبربليزيا. آخر شريحة عندنا النهاردة بإذن الله هي شريحة الكانسر أو Infiltrating Duct Carcinoma. Infiltrating Duct Carcinoma زي بقية الشرايح اللي عندنا هنقول إن هي عبارة عن بريست ماس. بريست ماس له مواصفات خاصة، الجراح ساعة ما بيشوف الكتلة ديت في البريست بيعرف أو بيخمن ظاهريا هي ممكن تكون كانسر ليه. البريست ماس بتبقى ناشفة جدا جدا جدا، very hard. تاني حاجة لازقة وملزقة في اللي حواليها وماسكة. تالت حاجة عاملة ديمبلنج في البريست، بيلاقي البريست كله بقى مشدود عامل زي البرتقانة كده. تالت حاجة بتشد النيبل، النيبل بتبقى ريتراكتد لجوه أو ديفييتد ناحية اليمين أو ناحية الشمال. الجراح بيشيل البريست ده ويجيبهولي ويقول لي حدد لي نوع هذا الورم أو هذا التيومر. أنا تحت الميكروسكوب ليا الكراكتيريا بتاعتي اللي ببص عشان أقدر أحدد نوع هذا الورم او هو اصلا مالجننت ولا نوت مالجننت. طبعا انفلتريتنج داكت كارسينوما بنقول من اسمها عباره عن مالجننت سيل طالعه من الداكتس بتاعه البريست. انفلتريتنج يعني عامله انفلتريشن تو ذا سراوندنج بريست تيشو. طيب تحت الميكروسكوب انا بشوف ايه؟ انا بشوف هبهذا، ما انت بقى النورمال بريست ده ما بشوفوش، ما بشوفش الاسيناي او الجلاند ده، لا بشوف خلايا مالجننت سيل arranged in groups مجموعات او كوردز احبال او شيتس قطع كده arranged in a hazard manner عامله infiltration to the breast stroma. طب ايه اللي خلاك قلت ان السيلز ديت مالجننت سيل؟ لان فيها المالجننت كرايتيريا اللي احنا خدناها في الجنرال قبل كده، اللي هم ايه؟ اللي هم على السريع يعني بليومورفيزم، الخلايا ديت مش شكل بعضها على عكس البناين تيومر اللي احنا خدناهم كلها اللي فاتت. هتلاقي لو بصيت لخليتين هتلاقيهم شكل بعضهم بالظبط. هنا في وات از كولد بلايومورفيزم، هتبص لاي خليتين هتلاقيهم مختلفين عن بعض، مش قد بعض ولا شكل بعض. هايبر كروماتيزم، الكروماتين اللي جوه النيوكلياي كتير جدا، يعني اللون الازرق بتاع الخلايا هنا كتير وكبير، النيوكلياي هنا كترت وكبرت. انكريز النيوكليار سيتوبلازميك ريشيو، يعني النيوكلياي الى السيتوبلازم، حجم النيوكليوي للسيتوبلازم كبر وتضاعف. في عندي احيانا هلاقي مناطق من الهيموريدج ومناطق من النيكروزز ولوس اوف بولاريتي. كل ديت مواصفات المالجننت كرايتيريا منطبقه جدا على الخلايا اللي موجوده قدامي ديت، فعرفت ان دي مالجننت سيل. هذه المالجننت سيل عباره عن انفلتريتنج داكت كارسينوما. طبعا الكانسر في البريست انواع كتيره جدا، بس اللي عليكم هو الانفلتريتنج داكت كارسينوما او المالجننت سيل اللي طالعه لي من الضغط. الكومنت اللي عندي او الثلاث حاجات المطلوبين مني في الشريحه ديت عباره عن ايه؟ عباره عن دايجنوزز انفلتريتنج داكت كارسينوما، الاورجن بريست. الكومنت بقول ان في عندي مالجننت سيل، وعرفنا طبعا ليه بالفيتشرز بتاع المالجننت سيل اللي شرحناها، ارينجد ان جروبس شيتس كوردز انفلتريتنج البريست ستروما. طيب الجروبس ديت سيبريتد باي ايه؟ separated by connective tissue، هو اللون الاحمر اللي موجود عندي ده، واحيانا بتبقى infiltrated by lymphocytes. الخلايا الزرقاء الصغننه ديت هي عباره عن lymphocytes، هي مش واضحه قوي في الصوره هنا، بس احيانا بلاقي infiltration by خلايا التهابيه اللي بسميها lymphocytes موجوده عندي. يبقى عندي زي ما قلنا كده ده breast mass نوعه كانسر، نوعه infiltrating duct carcinoma، الاورجن بريست. الكومنت بقول ان عندي مالجننت سيل ارينجد ان جروبس كوردز
شيتس هذه المالجنت شوينج اول فيتشر اوف مالجنسي بليومورفيز هايبر كروماتيز مايتوزز انكريز ان نيوكليار سيتوبلازميك ريشيو نيكروزز هيموريدج لوس اوف بولاريتي. كل دي مالجنت كرايتيريا اللي خلتني احكم ان ده مالجنت نوت بناين. تاني حاجه هذه المالجنت سيلز او المالجنت ميسس سيباريتد باي فايبرس تيشو اللي هو اللون الاحمر او البينك ده انفلتريتد باي سام وات اوف انفلاماتوري سيلز. شكرا لكم جميعا، اتمنى ان تكونوا استفدتوا حاجه من المحاضره واتمنى لكم التوفيق باذن الله.